بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساء المحبة، مساء المودة، مساء الفل، مساء الياسمين، لكل الحاضرين، لكل المستمعين. هذه أحلى تحية وأقوى تحية تجيكم من راديو أولى للقاسرين في حصة أولى سبور. سعيد جدا باش نستقبل كل من سي إبراهيم النجلاوي. أهلا وسهلا بك سي إبراهيم. السلام أخويا، وش أحوالك؟ سي عبد اللباس، مرحبا. سي إبراهيم كان تتكلم فقط في الميكرو، كهو تقرب شوية الميكرو. ومرحبا بك في أولى سبور، باش أثمعنا إن شاء الله أولى سبور للموسم الرياضي 2024-2025، صحبة سي حسين الحريزي. أهلا وسهلا بك سي حسين. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وتحية لكل متتبعي وجماهير الرياضية لهولا القصري. يعطيكم الصحة اللي تفرجوا فينا على www.olakasrin.tn وإلى على صفحتنا بالفيسبوك وإلى كيف كيف الانستغرام أولى القاسرين. تنجموا زادة كيف كيف تتفاعلوا معنا على 477-410-383. إن شاء الله باش يكون برنامجنا في حاسة اليوم باش نحكيوا على مستقبل القاسرين والتحذيرات للموسم الجديد 2024-2025. كيف كيف باش نحكوا شوية على ملعب فوسانة في حلته الجديدة، إضراب الحكام وما أدراك ما الحكام، وإمكانية إلغاء الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية. كيف كيف باش نحكوا على استقالة إدارة التحكيم وتعيين السيد مراد الدعمي على رأس الإدارة الجديدة، المنتخب التونسي اللي يلعب بعد شوية مع جزر القمر، كيف كيف الصعوبات المالية للجامعة التونسية، علاقة المدرب فوزي مزارتي باللاعبين، قائمة اللاعبين المدعوين للمقابلة تاع جزر القمر، وغيره من المواضيع. نبدأ مع سي إبراهيم. مستقبل القاسرين، هاد ندخلوا طول في مستقبل القاسرين، تقريبا في حلة جديدة حتى هو مع الهيئة التسييرية اللي رئيسها سي رجدي العدودي، يعطيك الصحة. الحقيقة كيف كيف تقريب هيكلة كاملة للفريق، من أطر فنية، من مرافقين، من تقريبا هيكلة كاملة للفريق، كيف تشوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالقاسرين، أنا بعمري لا شفت حالتها كما سنة القاسرين. أنا عندي من عام 64 وأنا عايش في القاسرين، ما شفتش الظروف اللي تعدى بها الجمعية توا، ظروف اللي هي صلي على النبي، ظروف حسنة قاعدة تمر ب فهمت، الجمعية قاعدة في مسيرة مصلي على النبي، مسيرة نقدر نقيموها اللي هي من الجمعيات الكبيرة. مستقبل القاسرين، انا قلت لك من عام 64 ما شفتش الحلة اللي فيها القاسرين تو، اللي هي حلة مصلي على النبي، من مسؤولين، من إطار فني، من ملاعبية، من شبان، فهمت، قاعدين يعيشوا في حياة مصلي على النبي. الحقيقة بعد صعود للمستقبل في الموسم الفارط مع هيئة محمد طيب الغرسلي، حسينا الناس الكل انه كانت صعيبة شوية، انه كيفاش يكيب حقة الفوز وحقة الصعود للرابطة الثانية، كيفاش ليكيب هذه تنجم زعما نتخلوا عليها زعما لا، خاطر صعيبة شوية. نحن نعرفوا ديما اللي المتبدلة مذبالة، شخصيا مثلا حسيت انه صعيب شوية التغيير في الوقت هذاك، خاصة يمكن ماخذوش حتى تقريبا شهر ونص باش يحضروا فيه الفريق، فبرشا عباد كانوا يخيروا انه يكمل سي طيب، بالضبط انه طيب الغرسلي والكيب اللي معاه حقوا الصعود ونجحوا، فيقول قائل علاش نبدلوا في فريق ناجح. ولكن الحقيقه البوادر الى حد الان من اللي شدوا، قلت لك رغم الظرف الوجيز الوقت القصير والظرف الصعيب برشا زاد، كيف كيف حابين ولا كرهنا، هيئه تسييريه موارد ماليه نعرفوها شحيحه وشحيحه جدا، ولكن كما كان يحكي سي ابراهيم حسين انه المستقبل على الاقل رجع له البريق نتاع فريق كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه تقال الهيئه الجديده المكلفه بتسيير مستقبل رياضي بالقاسرين برئاسه السيد رجدي العدودي، حقيقه تقال قاموا بالواجب ووضعوا كل النقاط على الحروف، وحقيقة وفروا كل الظروف الملائمة للنجاح. أنا نحب نوجه نداء للكوتش فاروق، نحب نقول له فاروق ما عندكش حتى عذر اليوم باش ما تنجحش. جماهير مستقبل القاسرين تعشق القاسرين وتحب تشوف المستقبل في الرابطة المحترفة الأولى،
انتدابات حقيقة انتدابات فنية كبيرة وقيمة، ثم لاعبين ممتازين، كنت شاهدت بعض المقابلات الودية. تربص بمدينة سوسة 4 مقابلات ودية بدون هزيمة، منهم مقابلتين بين الوزن الثقيل النجم المتلاوي مرابط المحترف الأولى واتحاد بنقردان. الهجوم سجل زاد كيف كيف مباراة شبيبة القيروان، جمعية كبيرة حابين تبقى ديما جمعية كبيرة، تبقى جمعية كبيرة. دونك مستقبل ريد بلقاسين اليوم في السك. فاروق عمل بريباراسيون فيزيك جينيرال نتاعو، عمل بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك نتاعو، يعني هو توا تحت امرته 24 لاعب تقريبا، فيهم بعض اللاعبين من الفريق الذي صعد اللي صعد وانتدابات قائمه حقيقه. نحن متفائلين خير، 13 انتداب وثم لهو خاص باللجان، وحتى الانتدابات تحس زاده مدروسه. معناه خرج ابراهيم مختار في حراسه المرمى، جاء حارس باش يعوضه، وفي معناه الحقيقه الى حد الان في مستوى طلع الجروب سلام على جروب قيم. اعاره بموسم من فريق سليمان، و حقيقة كانت انتدابات مدروسة في تقريبا على طول بوست. وانا نشوف المستقبل القاسمين في الموسم هذا كي نشوف مقابلات ودية. نحن ساعة أول حاجة عندنا مقابلة ضد الحديد الرياضي الصفاقسي، هذه معناها من أصعب المقابلات في البطولة، هي المقابلة الأولى، لأن مقابلة مفتاح، هي مقابلة مفتاح الصعود، لأن مفتاح الصعود هو الانتصار. الانتصار يجيب الانتصار، الهزيمة تجيب الهزيمة، هذه معروفة، فهمتني؟ وتدخل في صعوبات وتحضيرات وتولي مشاكل، تدخل الدود للجوارات وللهيئة وكذا. دونك مقابلة كأس نهار الأحد إن شاء الله، كان ثم مقابلة بمستقبل ريد بلقاسين وحديد الرياضي الصفاقسي، هي مقابلة كأس. حديد الصفاقسي عمل حتى هو تحضيرات، انتدب لاعبين، عمل 4 مقابلات ودية. الحديد الصفاقسي خط هجوم ضعيف، لم يسجل ولو هدفا واحدا في المقابلات الودية الأربعة اللي عمل. هزيمة ثقيلة أمام اتحاد منسير 4-0، تعادل مع مساكن 0-0 بدون أهداف، ورغم أنه 4 مقابلات ودية بدون أهداف ودخل الدود الجماعي. حقيقة تولوا لوموا على المدرب اللي عمل التحضيرات نتاع الحديد الصفاقسي اللي هو ياسين مهدي، حتى لحبا وكذا، يعني بدت المشاكل قبل البطولة. هذا علاش نحبوا ننوه ونحبوا نأكدوا أنه مفتاح الصعود هو الانتصار في المقابلة الأولى بإذن الله. بعد الانتصار بتكون التحضيرات تكون في ظروف طيبة، ويستمر أكيد بعد الانتصار يجي الانتصار، واللاعبين معنا يأخذوا ثقة في أنفسهم، وهو المقابلة شيئا فشيئا تطور المهارات واللحمة وإن شاء الله ما تم. إن شاء الله باش نرجو بطبيعة بعد يمكن بأكثر كلام وأكثر وقت المقابل المفتاح، مقابلة سكاك الحديد الصفاقسي. ولكن هيتا خطرة ونحن في الحصة الأولى هيت نعملوا ركاب لعمل إدارة رشدي العيدودي. بدينا ساعة من الأول جبنا المدرب، تقريبا المدرب أنتم شنو رايكم فيه؟ بالنسبة لي أنا أخويا حيدر، هو اختيار مدرب فاروق الجنحي، وفاروق الجنحي عنده خبرة، وديجا كان عنده خبرة وعنده تجارب كبيرة مع فرق خاصة في الجزائر، وكان صعد مع فريق في الجزائر. اليوم رئيس الجمعية ولا المديرة شافت أنه فاروق الجنحيوي يلزم يكون على رأس الفريق. هو صعد مستقبل القاسمين سابقا، وان شاء الله ما صعدش بها، هو دربها في الرابطة الأولى. في الرابطة الأولى ما نعرفش، أما ما طلعش مع المستقبل القاسمين، أما شادها في الرابطة الأولى. ما تنساش اللي فاروق الجنحاوي اولا ساعه ملاعب قديم وعاش في القصرين، ويعرف الوضعيه نتاع القصرين بالقدا، ويعرف حتى شنو جينيراسيون اللي موجوده فيه، فهمتني؟ وقت اللي جاء واقترحوه، فهمتني؟ لا هو من الناس اللي ما يحبش حتى واحد يدخل له الخدمه نتاعو ساعه، وهذه مش شيمات نتاعو، فهمت؟ انترونور يلزم يكون صريح في القرارات نتاعو، ما يحبش حتى الانتدابات عملها هو، حتى واحد ما اختاره اللاعب يتحمل مسؤوليته في الامور هذه. نحن وقت اللي اعطيناه الاولويه باش يختار، هو خذا القرار واختار اللاعبين نتاعو، فهمتني؟ نهار في الماتش ان شاء الله نتاع
انت قلت لي لعبه اربع ماتشات وخسرت اربع ماتشات خسرتهم وما سجلتش، ولكن هي لعبه 11 ماتش، اكثر 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 جمعيه لعبه لماتش ميكو اللي هي سكيك الحديد الشخصي. وما ننسوش اللي الحديد الشخصي راهي جمعيه كبيره تبقى اسمها الحديد الشخصي، ولا وتعرف تقبل حتى سي اس اس، فهمت؟ راهي جمعيه عندها اسمها، خرجوا منها ملاعبي كبار ولعبوا الفريق الوطني، فهمت؟ لا ما ننسوش وما نحقروهاش، وهذا بطوله، هذا بطوله، ما نحقروش الجمعيات، ما ننسوش نحقر هذا كل الكلام اللي نقولوا فيه، هذا كل ما يلزمناش نقصوا من المستوى تاع سي حيدر. بدنا نرجعوا لنقطه كوتش فاروق الجنحاوي. احنا عارفين فاروق الجنحاوي لاعب سابق مستقبل نادي بالقصرين والنادي ديال بنزرتي، وامكانيات كبيره، خبره على مستوى التدريب، قاد برشا فرق معناها وعمل نتائج طيبه. ثم نقطه برك اللي ديما عندنا لجان نتاعنا وقت يصعدوا الاكابر نحاولوا نوسعوا بالنا ونحاولوا نحطوهم في المجموعه. نحن عندنا لاعب سابق في مستقبل بالقصرين، لعب مع نجم نادي بالزهور، وكنت كتبت عليه حلمي النصري. حلمي النصري يتوجه مع المجموعه في تربص سوسه، ولكن تم الاستغناء عليه. حلمي عنده امكانيات، ناقصاته دازه صغيره. الدازه صغيره لو كان معناها ناخذوه شويه، هو يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ساعات لاعب تجيبه يعني لاعب في الناسيونال ولا لاعب في الناسيونال بي، وتلقى ملاعبي من الهوات معناها تكون عنده امكانيات افضل منه، بركه شويه نعطوه الوقت. هذاك علاش ناحب المصري يكون مع مجموعه مع مستقبل هذه بالقصر. سي حسن انت تم التخلي عليه، سامحني يا سي ابراهيم، تم التخلي عليه. اليوم هو ربي وجهه خير، اليوم صح في نادي مرجان طبرقه حلمي نصري. انا نمثله باللاعب يوسف الرحموني. يوسف الرحموني كان في لجان نتاع مستقبل هذه بالقصرين، وملعب حتى تقريبا حتى مقابله معناها حتى مقابله كاساسي مع مستقبل ريد بالقصرين ما لعبش. واليوم يوسف الرحموني من ركائز الفريق اللي ينس الرياضي بجلمه، وقدم مردود طيب الموسم الفارط، وعملوا معناها تقريبا ريكوبيراسيون، وصلوا عملوا 7 مقابلات 6 مقابلات بدون هزيمه، وتحصلوا على مرتبه مشرفه رغم الصعود، معناها فريق جديد في يعتبر ضيف على الرابطه المحترفه الثانيه، وقدم معناها مردود طيب. وهو يوسف الرحموني لجانا من اتحاد المنستير ولجانا من الاسبوار نتاع النادي الافريقي. هذا علاش انا حبيت لجان كي تبدا ملاعبي عنده امكانيات نحاولوا نخلوهم في المجموعه ونصبروا عليهم شويه. يمكن ياسر معناها تلقاه على مستوى البطوله طويله، ومازال مسارها طويل، والظروف نتاعها ما تنجمش تتنبا بها، النجم نقول على مستوى مقدم في البطوله. سي حسين بالنسبه للنصر حلمي النصري، حلمي النصري ساعه هو ولد لايسكا، ولكن مشى ولا ولد نجم الرياضي بالزهور، وريكريتي باش يجيب ملاعب ريكريتي اكثر من 21 سنه. انا تحدثت مع الممرن، فهمت؟ لا وجبت على الوضعيه نتاع حلمي النصر، قلت له لاعب كبير ونعرفه في الاول في الزهور، اقنعني. قال لي نارني ما قدش نجيب في كل بوست، نجيب 4 ولا 5 كل بوست، باش نجيب 2 البوست اللي يلعب فيهم هو، انا عندي 2 ما قدش نضيفه للجروب. ولذا فهمت كان هو مستعد باش يقعد على ذمه الجمعيه حتى ما يتم دوزيام في الرتور يقدوا، يمكن لعلم لاعب ينجم هو يطور من امكانيات، هو يقدر يطور من امكانيات ويلقي بلاصته. مرحبا به، هو ما قبلش هذه، فهمت؟ لا ولا مشى واضح. سي ابراهيم وسي حسين هات خلينا ماناش تو في حلمي النصري، ولكن نحن تو في التشخيص المبدئي نتاع وضعيه مستقبل القصرين قبل تمام الكره. بالطبيعه بعد يمكن الكره عندها حقيقتها وعندها حاجات اخرين، كما نحكوا تو على الرلوي جمعيه كبيره وجمعيه، ولكن عندها مشاكلها، ونهار الماتش ما تعرفش الريزلتات نجم تكون ان شاء الله. بالطبيعه نحن نتمنى يكون الانتصار حليف مستقبل القصري، ولكن عموما نحب نحكوا في التفاصيل اللي تنجم تخلينا نشموا ريحه طلوع ولا لا، ومش حتى طلوع تنجم تخلينا نكونوا فخورين انه عندنا جمعيه في حجم عراقتها وفي حجم العمر نتاعها وفي حجم نظره الناس لينا. معناها اليوم نجموا نكونوا فخورين مستقبل قاسين، ولا علما انه راهو سنوات قليله التالي راهو
ثلاثة واربع سنين تالي الحقيقة ما كانتش، رغم اللي كانت موجودة فلوس وكانت موجودة، ولكن وضعية الجمعية ما شفناش وضعية الجمعية كما شفنا سنة. مثلا سنة نحب نحكو شوية على الإطار الفني نتاع مش الأكابر كاهو، ولكن كل الأصناف. نشوفوا سنة اللي قبل كان عندنا مرافق تقريبا الكاتيجوري كل عندها مرافق واحد والاثنين، يعطيك الصح. السنة تقريبا كل كاتيجوري عندها مرافق نتاعها خاص، وكل كاتيجوري عندها الانترونور والليكيب اللي مع بالضبط. تي الاكاديمي عندها تروز انترونور، تو الاكاديمي نتاع لايسكا عندها تروز انترونور بالضبط. كيف مثلا ثم برشا شكليات نحبوا نحكوا عليهم، ولكن هم النقاط بساط، ولكن يعطونا انه ثم اداره منظمه، ثم اداره تعرف ما تعمل. اخرها من الندوه الصحفيه نتاع امس اللي صارت باش يقدموا فيها الازياء، يقدموا فيها الاطار الفني. تقريبا في تاريخ الجمعيه اول مره نشوف انه مستقبل قاسين يعمل ندوه صحفيه باش يقدم ازياء، اول مره يعمل ندوه صحفيه باش يقدم اللي كيف نتاعو ستاف تكنيك وانا اللي غيره. هو حقيقه الموسم هذا هو موسم استثنائي. سي حسين كان تقرب شوي الميكرو هي هكاك تنجتج بالميكرو عادي. هو حقيقه الموسم هذا موسم استثنائي المستقبل هذه بالقصر، من حيث النظام ديما، من حيث التنظيم، من حيث الانتدابات، من حيث حتى انتدابات مدربين، المدير الفني الاول سي صابر المرزوقي، ومرافقين وبعد جاسي محمد طيب الغرسلي. وحقيقه المرافقين يعني ثم التنظيم اداري، حتى يعني اول مره تصير في تاريخ الجمعيه انه اللاعبين مستقبل هذه بالقاسرين من ليكول حتى للسينيور يتعرضوا على الفحص الطبي. هذه كانت بادره اول مره شهادة جميع مستقبل هذه بالقاسرين. الاسبوار اكابر باء عندها مدرب ومساعد، اول مره تصير في تاريخ مستقبل هذه بالقاسرين. حقيقه كل كاتيجوري عندها مدرب ومرافق. الازياء متوفره، الناس كلهم ماخذين المهم برشا انه زاد ياخذوها في نفس النهار، في نفس النهار ازياء تاع تدريب خاصه بالتدريب، وازياء بعد للمقابلات الرسميه تكون مختلفه ومتنوعه. حقيقه يعني هنا نلاحظوا انه الهيئه المديره المكلفه بتسيير مستقبل هذه بالقاسرين برئاسه السيد رشدي العدود ونائب رئيس الجمعيه سيمونجي بارهومي قدموا ما يمكن تقديمه لنجاح مستقبل الرياضي بالقاسرين. ما ننسوش ثاني، ما تنساش ثاني اللي المسؤول على الشبان ثاني سي حسين حاج، هذا لاعب قديم في المستقبل الرياضي بالقاسرين ولد الجمعية. وعندك سي حمزة عبيدي ثاني، سي حمزة عبيدي هو مكلف، هو المسؤول على الشبان، فهمت، قائم بواجب كبير ياسر وقاعد يخدم وان شاء الله بون شونس. توا حكينا على الامكانيات متوفره، علاش انا قلت لك توا انا جبت كوتش فاروق الجنحاوي ما عندوش حتى عذر اليوم باش ما ينجحش. توا باش نحكي على لي كوتش نتاع لي جون، اليوم الامكانيات متوفره، كل شيء متوفر. قبل ما نتعدوا للسنترونات نتاع لي جون معناها وانت تحكي تفكرت حاجه، تفكر العام اللي درب فيه فاروق مستقبل القاسرين في الرابطه الاولى، وقتها عندنا عقيد خلال اللي هو ابن الفريق وقائد الفريق، وجاء خالد الزعيري من النادي الافريقي، لعب في النادي الافريقي، لعب في ستاد تونسيان وملاعب كبير برشا وقتها، وصار الخلاف شكون باش يشد كابيتان. وحتى في الحصص التدريبيه وقتها معناه باين انه الكره ما يتعداش ما بين خالد الزعيري وعقيد، بحكم اللي الزوز باش يلعبوا في اللاكس، واحد منهم يمكن يخرج الثاني، واحد منهم باش يفك كابيتانا. عقيد ولد بلاد والجمعية يحس اللي هذيك كاينه معناها هويته، هي العادات والتقاليد. اي بالضبط، هي العادات، هي هو الكابيتان ما تكون كان ولد بلاد. ولكن وقتها جايب خالد الزعيري، خالد الزعيري زاد كيف وقتها ملاعب كبير برشا، فصار الخلاف ما بين زوج جوارات وكل واحد يشوف يروح على الثاني. اول ماتش اش يعمل فاروق الجنحاوي؟ لشكون تمشي الكابيتان؟ تمشي للزوز يطلعوا يتفرجوا الماتش في الجرادان، ولعب وقتها رير دروا تقريبا، رير دروا ولا رير جوش، لعبوا في اللاكس وهما الزوز تفرجوا في الماتش في الجرادا. قلت لك بالنسبه للفرق عنده شخصيه كبيره، فهمتوا لك، وذاك الشيء اللي خليها نجح. وقدرة ربي يواصل كما كرا وباش يعمل ريزلتا كبير ياسر بالمستقبل الرياضي بالقاسرين ان شاء الله. حسين كنت تحكي لي على مدربي الشبان. مدربين شبان نحكوا على التنظيم الاداري، نحكوا على عمل كبير قام به سي حمزه العبيدي مسؤول على الشبان. انتدابات حقيقه تقريبا كل مدروس مدربين شبان
ولاد تيران راه ديما نركز، راهو مدرب شو راهو مدرب راهو لازم يكون ولاد تيران يعرف ثما في كواليس المستطيل الاخضر ما يعرفوا كان ولاد تيران. دونك تقريبا كلهم كان ما تخفاش عليا كلهم لعبوا في مستقبل هذه بالقاسرين. اليوم هما اليوم ما عندهمش حتى عذر باش ما ينجحوش. عندنا ليجان صحيح خرجنا من المستنقع، كنت نخمم على وليداتنا بالحق وعشت المستنقع هذا، ما تنجمش مستقبل هذه بالقاسرين اليوم باش تخرج ملاعبيه كبار. عندنا ياسر ما خرجناش ملاعبيه كبار، عطار وجدي بوعزي وكريم الحقي وصابر الطرابلسي. هذا ايش باش نقول لك، هذا باش نقول لك، نحن تو الى حد الان اللي يتفرجوا فينا اللي يتفرجوا فينا باش ما يقول لك زاد شبيهم جماعه الى حد الان يشكروا يشكروا يشكروا، راهو نشكروا. لا باش نشكروا، لا 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 نشكروا، نحن تو نشكروا على خاطر التصويره مزيانه، فما نجموش كان نشكروا تو. ولكن نحب اي ولكن نحب نقولوا راهو ان شاء الله نتائج العمل نتاع العباد هذوما راهي باش تظهر، خاصه مثلا نحكوا على حمزه عبيدي وعلى المدربين نتاع الشبيه، راهو النتائج نتاعكم باش تبين بعد 4-5 سنين. راهو كيما حكينا مثلا قبل، علاش الناس كل تحكي على سي ابراهيم وتحكي على الزو وتحكي على الشافعي البناني وتحكي على غيرهم وربي يفضلهم وربي يرحم اللي توفى، هذوم على خاطر قبل القاسين كانت معناتها تدب لعب اثنين في على 22 جوار واش تلقى لعب اثنين. علاش؟ على خاطر الناس وينشطوا في رابطه محترفه الاولى، كان عندنا لاعبين ينجموا عندهم امكانيات رابطه اولى رابطه اولى، وكانت الايسكات نجم معناتها الكلاسة الرابعه الخامسه فاسيلمون بالجوارات نتاع. علاش؟ على خاطر عندك مدربين شبان يخدموا بالحق. باهي، شنو اللي جاء الحقيقه بعدها؟ اللي جاء من بعد وانا حضرت عليه الشيء هذا، كنت حكم من برمي الماتشوات نزفروا نتاع الشبان نتاع مستقبل القاسرين، وشفنا وقتها جينيراسيون جديده، جو وقتها جينيراسيون جديده فيهم قدماء لاعبين في الوقت هذاك، ولكن مش الجينيراسيون نتاع سي ابراهيم ولا الزو اللي غيره، جو اللاعبين اللي بعدهم. سي ابراهيم نحكي على الفتره نتاع 2008 حتى 2013 تقريبا 2014. باهي، وقتها راهو اللي جانا نتاعنا يربحوا في كاس الرابطه ويعملوا في ماتشات باهين والنتائج باهي، ولكن في حقيقه الامر نربحوا بالمحاباه ونربحوا بال معناها اما التكوين صحيح ما فماش، وهذا دليل على كلامي انه بعد ما عندك جوارات في السينيور. هذا ديما نركز عليه وقلت له حتى الموسم الفارض كنت عندي جونيور نتاع الزهور وفي سبيت لو كان راه مش نخدم مش انا نلعب لي جين، راه نلعب للتكوين. انا العام الجاي نلقى زوز ملاعبين نجموا يلعبوا لي سينيور ونخسر، خير من عندي جمعيه تربح بالضبط حتى ملاعب يلعب. يعطيك الصح، التكوين هو الاساس. احنا علاش خادمين الخدمه الكبيره هذه كل في الليجان اليوم؟ مش مستقبل يدرب القاصرين باش ينقص لي ريكروتمون، باش ينقص اللاعبين هذوما النجم في لي بوست باش تربح فلوس. كي نلقى ريورغوش ولدي طالع من الجينيور، وكي نلقى رير دروا ولدي طالع من الاسبوار، وكي نلقى وسط ميدان وكذا، دونك هنا حتى تتقل. وبالله باش ما يكونش وجدي بوعزي لاعب كبير ونحيوه، ولكن باش ما يكونش عن وجدي عن كريم وعن صابر، اما باش ما يكونوش هذوك من الشجره اللي تغطي الغابه. راه وقتها جينيراسيون كامله، جينيراسيون اللي معناها الناس اللي يتفرجوا فيا ويفهموني، جينيراسيون اللي نتاع خالد بن سيسي نقولوا نحن، اللي الحقيقه قضى على خالد بن سيسي. ثم واحد قضى على الكره هو خالد بن سيسي وقتها اول مره معناها ولينا نتدبوا بثمانيه وتسعه جوارات. جينيراسيون هذيك الاسبوار هذيك اللي نحكوا فيها، نحكوا على بالضبط انت كنت موجود فيها، كان موجود فيها الاسبوار هذيك كنت تقريبا كان انيس قرمازي. انيس قرمازي طلع على السينيور ما كانش تاثير، ما كاينش تاثير. هاي اسكندر الفيدي، صابر الفيدي، صابر الفيدي، مريم الساحلي، معز العجليني كان في النجم الرياضي بالضبط، يعني لاعبين كبار حقيقه. خلا كمال مروان، اشرف العجليني، دونك هذوما المجموعه اللي كانت مالك الحسني، حتى كي خذا زوز ثلاثه هزهم للمدرب، لكن هو جاي بكيب حاضره، هو جاي يخدم في نفسه هو. الوحيد حتى ايمان تلمال ما خذاها هو، كل شيء سلط عليهم. مستقبل القاسرين حقق الصعود مع خالد بن سيسي، وقت اللي مشى هو مستقبل القاسرين رجعت وين كانت، ولكن ما لقيتش حتى 11 لاعب بالضبط ماتش لا ودي مع تحت ولا والتقاليد نتاعنا معناها كنا نلعب باولادنا من وقتها تقضى عليه. باهي نرجعوا نحن الموضوع باش ما نهربوش برشا من الموضوع نتاعنا. فراهو ديما نحكوا انه رانا نشكر توا على خاطر التصوير مزيانه، اول مره الحقيقه نشوف مستقبل القاسرين حتى في البلاغات
معناها تقريبا كل شيء محين، ثم تواصل مع الجماهير، ثم تواصل مع السلطة، خاطر مثلا نتفكروا سيزون اللي فات صحيح طيب الغسالة يعطي الصحة صرف برشا فلوس، ولكن كان في قطيع مع السلط راهو ما كانوش يتقابلوا، ثم برشا خلافات. السنة هذا كل ما فماش، السنة ثم تصوير مزيانة، ثم رئيس جاب كيف كبيرة برشا، عم نور نحكوا على جمعية فيها أربع من الناس، رئيس كاتب عام أمين مال وعضو خرج، عضو خرجوه وقتها سي اللي سي حسين ولا بن حسين، حاتم بن حسين، حاتم بن حسين، سي حاتم بن حسين، سي حاتم بن حسين، على ذكر سي حاتم بن حسين نقدم الشكر لسي حاتم بن حسين اللي هو رجل بالحق عنده قيمته وعنده وزنه من الجانب الرياضي. فهمت العام الاول علاش دخل المستقبل الرياضي بالقصرين؟ كنائب رئيس، نائب يعطيك الصحه، نائب رئيس، وبعد قدم استقالته، ما قدمش استقالته، وقع تخلي عليه بعد ماتش فريانا. هما يقولوا هو انا ناكد لك اللي وقع تخلي عليه بعد ماتش فريانا وتو فات اللي فات مسيش نجمو نحكوا. هو كان رئيس جمعيه فريانا، كي مشى مع القاسيم مشى بطبيعة نائب رئيس فريانا، تربح القاسيم واحد بليش، فما نعرفش علاش الهيئة شو هذه التو عقلية دي؟ اي الهيئة تغشت على سي حاتم بن حسين برغم اللي قدم خدمات جليلة وجليلة لمستقبل القاسيم وللرياضة في القاسيم ككل، ولكن ما عجبهمش انه فريانا ربحت وربحت على الميدان، فقالوا له خرجوه اللي كيفاش نقولوا ماهوش في كأس نظرا لعدم الجدوى. هو إذا كان هو اللي حرض على الخسارة نتاع إذا كان حد حسين ما عندوش جد فاش يكون عنده جد؟ نرجعوا يا سيدي باش ما يهربش. شوف انا باش نقول لك حاجة ساعة بالنسبة للشبان نتاع المستقبل الرياضي بالقصرين، اللي انا نقول لك انا عاشرت ياسر الشبان نتاع المستقبل الرياضي بالقصرين من عام 64 إلى يومنا هذا، ونعرفهم بالكدا بالكدا. أكبر جينيراسيون موجودة وتخرج ملاعبية هي القصرين، وعندك القيروان ثاني كيف كيف، فهمتني؟ نحن عملنا لي تيست، عملنا لي تيست نتاع لجان، سمعني، عملنا لي تيست نتاع لجان المره اللي فاتت، تعرف قداش عدنا؟ حوالي 130 140 واحد جو وعملوا لي تيست، فهمتي؟ نحن موجودين لجان موجودين، قرى تربي سنة. نحن نحكوا على فترة فراغ مر بها مستقبل يد بالقصرين، ما خرجناش ملاعب كبير كما كنا نخرجوا آخر تو 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 إن شاء الله بالاستفاقة بالاستفاقة نتاع الهيئة الجديدة هذه بالاستفاق نتاع الهيئه الجديده تو ان شاء الله هو في الجيل الجديد موجود يحيى العاشوري و يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون ابو القاسم ان شاء الله يكون العلوي الهيئه التسييريه الحاليه فاقت وعرفت شنو الخلل منين بلاصه فهمت رجعت باش تبني من جديد فهمت على باش تخدم على فتره نتاع 4 5 6 سنين انت لا باش تعمل جينيراسيون اللي باش تقدر تاكد بها اللي هي الجمعيه في انتظار اللي لابس عليه ان شاء الله. بالنسبه للمستقبل القاسم في الليجان، اول حاجه نقطه ايجابيه خرجنا من المستنقع نتاع السي 3 توا في اكيد في الرابطه المحترفه الثانيه باش تكون مقابلات ريتم عالي، باش تكون مقابلات كبيره، عندك الشبيبه مدرسه، عندك حديد الصفاقسي، عندك محيط قرقله، كل جمعيات. انا فرحان للوداد اكيد باش يتكونوا، واكيد باش نلقوا ان شاء الله ان شاء الله بخدمه كبيره وعزيمه الرجال الموجودين، ويلزم الناس الكل تخدم ضمير. اول حاجه انا نحب نوجه نداء ضمير وخدمه كبيره، اكيد تو نلقوا مستقبل القاسرين عندنا على الاقل، رجعوا تاريخنا نلقوا ملاعبي كيما كريم حقي، ونلقوا ملاعبي كيما صبر طرابلسي، ونلقوا كيما وجدي بوعزي اكيد، وان شاء الله من حسن الى احسن، ونتمنى لهم كان خير ان شاء الله. ان شاء الله من حسن الى احسن. هذه الفقره الاولى في سفيسه في سفيت، مازلنا باش نحكوا على اضراب الحكام واستقاله اداره التحكيم وتعيين مراد الدعمي، مازلنا باش نحكوا على المنتخب الوطني التونسي ولقاء مع جزر القمر، مازال عندنا برشا ما نحكيو، فما تغيروش المحطه لحظات راجعين.